السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير. كالعادة بين فترة وفترة تطلع ترندات جديدة على التيك توك، وإحنا طبعاً نحتار ينسويها يا ما نسويها. هالكيكة بالذات ترددت كثير إني أسويها، وطولت عبال ما أخذ القرار النهائي أسويها أو لا. وأخيراً سويتها، شكله أنا آخر واحدة أسويها. في البداية اضغطوا على زر اللايك واشتركوا بقناتي إذا ما مشتركين. نبدأ بالمقادير. نحتاج إلى 500 جرام جبن كريمي، نقدر نستخدم فلاديلفيا أو جبنة مسكربوني أو الكاري، كلها تنفع. أضيفها في وعاء وأخلطها بالمضرب الكهربائي، صح يفضل المقادير تكون بدرجة حرارة الغرفة. بعد ما صارت ناعمة كذا أضيف عليها كوب سكر بودرة. إذا استخدمت السكر الناعم أو الحبيبات يفضل تضربوها بالمضرب الكهربائي عشان السكر يذوب مع الجبن ويصير الخليط ناعم بدون تكتلات. بعد ما خلطتها كويس أضيف البيض بالتدريج، نخلط ولما يختفي البيض نضيف اللي بعده، وأضيف كمان ملعقة فانيلا سائلة، ممكن كمان نضيف بشر ليموني إذا حابين، ونضيف كمان كوب كريمة خفق. آخر شيء أضيف 3 ملاعق كبيرة دقيق، وبس كذا نخلط لين يختفي الدقيق. في صينية الفرن يفضل إنها تكون عميقة، أو استخدموا صينية تشيز كيك. نجيب ورقة زبدة نسوي فيها كذا، ما أدري ليش يسوونها بس ما علينا، نسوي زيهم ونحط 2 عكس بعض، واحدة بالطول وواحدة بالعرض، وأدهنها بشوية زيت وأصب عليها الخليط. وأدخلها الفرن مسبق التشغيل على درجة حرارة 240 من أسفل لمدة 40 دقيقة. بعدها أشغل الفرن من الأعلى وأحمر الوجه. بعدها أدخلها الثلاجة تبرد من 3 إلى 6 ساعات، ألذ شي ناكلها باردة. بالنسبة لطعمها هي لذيذة الصراحة مع صوص الشوكولات. أنا حطيت جلكسي ذوبته في موية ساخنة، لأنه الجلكسي حالي والكيك حلاه متوازن حبيته مع الشوكولات أكثر. بصراحة توقعت شي جديد، طعمها غير يعني على كثر ما هي انشهرت، بس حقيقي طعمها تشيز كيك ما في فرق، بس إنها دايبة شوي، ما حسيت بفرق أبداً. وما أتوقع إني أرجع أسويها مرة ثانية صراحة، أفضل التشيز كيك عن هذه. واللي ما سواها يجربها، ممكن يكون من رأيكم مختلف عن رأيي. وبس أتمنى إني ما طولت عليكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا مو مشتركين. أشوفكم بفيديو جديد، وبس شكرا على المشاهدة.